الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأخبار من عاصمة الخبر، أهلا بكم. اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن هذا اللقاء سيمهد لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين. وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين في وقت سابق من الشهر الجاري على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين. شن عدد من الطائرات غارة جوية على مواقع في ريف مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرق سوريا. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الغارة الجوية قصفت قاعدة عسكرية على حدود السورية العراقية بريف دير الزور الشرقي. وأوضح مراسلنا أن عمليات استكشاف قامت بها طائرات في سماء مدينة البوكمال السورية عقب عمليات القصف. تنطلق اليوم الخميس موجة جديدة من الاحتجاجات في فرنسا اعتراضا على تمرير البرلمان لقانون إصلاح نظام التقاعد. كانت النقابات العمالية التي تتصدر حركة الاحتجاج في البلاد قد دعت إلى تصعيد مظاهرات بمختلف المدن وتوسيع الإضراب ليشمل قطاعات حيوية أوسع. ومن جانبه صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمان بأن مظاهرات الخميس استدعت حشد 12,000 شرطي بينهم 5,000 في العاصمة باريس. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن دعم بكين السياسي والمادي لموسكو يتعارض مع مصالح واشنطن. وحذر بلينكين من أن تداعيات ما يحدث في أوكرانيا ستتجاوز المنطقة وسيكون لها تأثيرا عميقا على آسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا حتى الآن على أن الصين تقدم أسلحة فتاكة لروسيا في عملياتها العسكرية بأوكرانيا، مضيفا أن بكين لم تتجاوز هذا الخط. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.